احنا اليوم عيد وعيدنا اكيد ببغداد غير شكل، ولو هو العراقيين وين ما يكونون هم سعداء بعيدهم ويتذكرون الايام الحلوه ولماتهم الحلوه وجمعاتهم اللي اجمل منها ما يكون. انا كلش كلش سعيد اليوم، احس نفسي انا صحيح بعمان الان بس احس روحي ببغداد، وتشارك كل العراقيين وخاصه هاي الايام احس العراقيين كلهم التموا وانشالت هاي الفرقه اللي بيناتهم وبتوحدوا، ويا رب دائما العراق بخير وبسلام ويرجع الايام القبل ومجده اللي كان العالم كله يتمنى ان يشوف العراق بهذا الشكل الحلو.